مبارك البخيت يحيي الثوار الآن الآن يتغنى في هذه اللحظات التاريخية. شير ولايك للفيديو. لما الفنان يكون عنده رسالة، لما يكون فنان إنساني زي أبو عركي. الآن الهتافات تبدأ. حرية، سلام وعدالة، الثورة خيار الشعب. يا خلي واحدة مشهد، يا سلام رامي. والهتافات طبعا شايفين هذه كلها يا جماعة فلاشات التلفونات، دي كلها فلاشات التلفونات. الآن الحشد لأبو عرك البخيت تجاوز 1,000,000 الآن. ده فقط الآن الواقف قدام المسرح وأمام الجوية. مرة
أبو عرك الذي حرم طويلا من المسرح والجمهور كثيرا وضيق عليه، الآن يغني للوطن من أرض الثورة، يغني من أرض التحرير. إذا فلنستمع. ملايين الآن لهذا الحفل يا جماعة، بكلها فلاشات تلفونات. الشابين دي طالعين وين؟ والله يا جماعة للناس المغتربين، والله ما القصد مغرزة أو القصد مضايقة، بالعكس والله بل دارين أشرككم في هذه اللحظات معنا، لأنه نعلم أنه دمعتكم حراقة شديدة على الوطن. أكثر من مليون شخص الآن يصفق.
الشعب السوداني الان يا جماعه لحظات تسيل لها الدموع، لحظات تسيل لها الدموع. بقول لكم
شاء الله ما نعمله. ولسه منتظرين اليوم ان نغني معه وللجمعين والفرح. ضوي كشافتك فوق يا سايب. لما نضوي الكشافات بنعمل شنو؟ بنسمع صوتنا لوين؟ العالم كله. وبنهتف وبنقول نحن جند الله جند الوطن. اذا نشيد الوطن الان والسلام الوطن الان. يا سلام نشيد الوطن بصوته بارك البخيت الان. يا ريت شير للفيديو يا جماعه، يا ريت شير للفيديو. كلنا نقول الان للوطن شير للفيديو يا جماعه. أكثر من مليون نفر الآن لحظة أداء نشيد الوطن. سجل يا تاريخ، سجل هذه اللحظات، يجب أن تسجل، يجب أن تسجل على مستوى تاريخ. كل هذه الكشافات، تخيلوا المنظر ده. شير للفيديو يا جماعة، سجل يا تاريخ، سجل يا تاريخ. هذه لحظات من الصعب أن تتكرر. الآن حماس كبير لأداء نشيد الوطن. الله أكبر. أبو عفرك البخيت وسيؤديه السوار أيضا معه الآن. نشيد العالم. سجل يا تاريخ يا كاتب التاريخ، دون على الصفحات. نحن أمام لحظة تاريخية هي أكبر منا جميعا. فلاشات التلفونات والشغل الكبير. والملايين الآن ينادون بنشيد الوطن، أداء السلام الوطني. حرية! والاحتفالات تبدأ بالحرية. الثورة غيار الشعب. حرية سلام وعدالة. والثورة غيار الشعب. حرية سلام وعدالة. والثورة خيار 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 الشعب. حرية سلام وعدالة. بلادي ولا يعيش ملك وعادي. تبكي براس لينا هادي تحيي دائما في فؤادي. أمة الأوداع تنجمع. بكرة يتجدد سيسمع ويبقى نزمع ويبقى نصنع ويبقى نفوق. هذا مشهد غير لا يتكرر. الله اكبر. هذا مشهد ما بيساعد يا جماعه. احتفالات الان. ده حالته الليله قال يوم 17 ابريل. طيب المليونيه دي بكره بتكون كيف؟ صابنا صابنا صابنا. الحريه للضباط المعتقلين، الحريه للضباط الشرفاء الاحرار، الحرية للملازم أول عمر الفاروق، الحرية لمحمد الصديق الملازم أول، والحرية للملازم أول محمد الشيخ. كل المعتقلين باسمك الشعب انتصر. حائط السجن انكسر. بكره بكره ان شاء الله مليونيه مليار.
يا رياض بكرة. أها. إن شاء الله سعيد. جاهزين اليوم بكرة؟ جاهزين اليوم؟ جاهزين. نفديك يا سودان مرور بالدم نفديك يا سودان الدم بالدم لقلاب الأمن الدم بالدم لقلاب الأمن والثورة خيار. شوف بالله الهتاف اللي قوي من الجسم ده، حرية سلام وعدالة والثورة خيار الشعب. لقد قال الشعب السوداني كلمة أولاده. أذكر السوار غدا الخميس هي مليونية السوار. المجد للآلاف تهدر في الشوارع كالسيول، لكني ملايين المشكلة. حرية 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 سيقوم على اليوم الذي اشكال والوان من السودان الحبيب، نذهب غربا وشرقا وجنوبا وكل من هذا السودان المرتفع عاصف للغربي هنا وهنا داخل هذه الساحه، تشكل السودان بكل مكوناته وبكل ترابه وبكل عمقه الاصيل. مع الان على خشبة المسرح إذن الإعلامي الجميل عبد إذن الآن نحن هنا هذه الصورة التي تأتيكم دي من الناحية الثانية للنفق كمان الناحية الغربية. بسم الله الرحمن الرحيم. الثوار الأحرار المجد والخلود لشهداء بلادي، علينا أن لا ننسى في هذه اللحظات تلك الأيام التي خاض فيها الشباب أشرس المعالي. وفي يوم اقتحام جامعة مامون حميدة، لذلك اليوم كتبت على صفحتي مساء الخير علمت كمان وكيف أصبحت ليك وحشة، شايفك طالعة يا الغالية وبخورك علبة الألبان ومن مسك الشهيد رشة وتذبحتي بيتوبك يا جماعة. دي مواكب بتتراجع تاني ألوان وناكو حلاية في الرمشة، وردت طلعت في الشارع تشوف الحال حال المال وزايدة جلالة راك نفسية بالهيبة صمود وجلال سبات العزة في وقت قواس الحار، لا نطيت حشاكي ولا رمشة وصباح العيد عليه بري واسود بري مبارك وعطري انفاسه ومساء النور عليه بحري وعليه ساسه وهوى بحري جماله وروعه احساسه جبره ولفت الحبان عباسيه يا الاخوان طلعت ودقت اجراسه وصباح الخير عليك يا الديم وحطب الغيم ودين ناسا ونسايم عبر الهلوة تهدينا وترسينا تعالي أجالتك السمحة نتقابل ونتواعد وفي سكة حديد نادك أضم إيديك نتمشى صباح الخير علي المدني وقضاك الخير صباح الخير علي المدني وقضاك الخير عليك سنة أمور السودان علي الفاشر وكل مدينة في السودان بها الفاخر صباح الخير عليه مانو وعلى شندي على البركة الوقف حاضر وصلى الفجر في الخرطوم دغش باكر صباح الخير عليه وطني بحبك سرق وبجاهل منظر منظر فعلا يفتح القلب.
منظر يشرح القلب ويسر الفؤاد. على الاحرار، على اولاد انبياك النار، على مهيره بحبها موت مولع نار. مساء النور على الطبيه والاحفاد، على كل البنات واطفال. وكم ذاكات شعاع النور ستتار، على اولادا عزيمة حماس، جباههم عالية بالإحساس، صدورهم عالية للرصاص، وعمرها عاز ما بتنداس، ولا بتقدر وليد العاص، للخاين ولا هطاش، للبسيط ولا الغشاش، يحيى الشعب وكل الناس، وفيك يا حب غم نقبل ولا بنتحمل الهبشة. أحب الشعب وشعبي صعب، معلم وصانع الدهشة، بحبك حب لمن بهناك. فايد وزاد بلد تشهد، بحبك يا حمد ذكر وكمان هزه، بحبك حب شديد والله، لا بيمرق ولا بينقص وبدس ابشر ابشر بخير. بحبك حب شديد والله، لا بيمرق ولا بينقص وبدس ابشر بخير. نشوفك غالي يا جنبيك، والليل الوطن انسان، واليوم الوطن قصه، الليل البلد عنوان، واليوم الوطن قصه. واحد قريب من الكوبري والثاني بعيد من الكوبري، انت قاعد تبني من الكوبري ولا الثاني بعيد؟ نتمنى دائما ان تبني على جنود القصه والاقتصاد وشباب واعد الاقتصاد. شكرا جميل الصوار، سقطت ما سقطت، أربع عيد فوق، أربع عيد فوق، وأربع تلفونات فوق، أربع عيد فوق. إذا الثوار الحقيقية والمساحة القادمة هي لأسر الشهداء الذين فقدناهم في هذه التظاهرات من بدايتها حتى الآن. نحن الجميع على كل من فقدناهم وكل من بذل دما في حق هذا الوطن. المساحة الأولى لأسرة الشهيد عبد العظيم أبو بكر ينوب عنه. أول مساحة الأولى هي أسرة الشهيد صالح عبد الوهاب، ينوب عنهم على علاء عبد الوهاب. نحن في هذه اللحظات الآن، وإن شاء الله هنتابع معاكم التغطية المستمرة إن شاء الله بإذن الله، وخليكم معانا وشير للفيديو ولا نواصل؟ نقفله بعد شوية نبدأ لايف تاني ولا نواصل؟ يقابل جمهور أسواق بك علاء، وفي بكل تأكيد ممتاز يا أحمد. أوكي كل الأقوال وكل الزوار وكلهم مسؤولين عليهم يعيدوا كل شهيد راح هذا المظاهر. سلام عليكم أيها الشعب السوداني البطل. سلام عليكم. نشكر الشعب السوداني بوردان انه صالح مع الجيل. اذا نواصل ان شاء الله بعد دقيقتين ثلاثه.